أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الإنسان كائن مفعم بالمشاعر والأحاسيس الجياشة، فنجد هذا المخلوق يعبر عما في داخله من خلال التعابير والكلمات، وقد يلجأ إلى الإشارات للتعبير عن أحزانه وأفراحه، وفي بعض الأحيان يصل به الأمر إلى العجز عن التعبير، فجاءت الموسيقى خير صديق وأنيس ترسم له الحياة بأبهى حلة يرى من خلالها السلوى والسعادة، وممرا ينقل آلامه وأحزانه. فتنوعت الآلات الموسيقية من إيقاعية ووترية وغيرها من الآلات الأخرى، ومن الآلات الوترية آلة الطنبور. هذه الآلة لها صوت عذب رنان يدفئ القلب، وتاريخ عريق ولحن صادق يحكي قصص الحب والحرب والثورة على الظلم. ويعتبر الطنبور من أكثر الآلات الموسيقية حضورا في حياة أهل عفرين، وخاصة الأكراد يحبونها إلى حد العشق. لذلك من النادر أن ندخل بيتا من بيوت الأكراد ولا يكون فيه عازف طنبور، أو لا تكون هذه الآلة معلقة على جدران بيته. قنديلنا لهذا اليوم فنان وعازف طنبور يعتبر نفسه في الغربة بأنه في سجن مفتوح، كونه الابن البار لعفرين الكردية ترعرع فيها وبين غاباتها الجميلة. عفرين هي أغلى من حياته، فيها كل ذكرياته منذ الطفولة. عندما كان في القرية كانت بسمته تتعالى والبهجة دائما تغمر قلبه، ولم يعد يشعر بالبسمة الآن في غربته. ولد الفنان عبد الرحمن أحمد غوران في 10 حزيران عام 1974 في قرية غوران بناحية جنديرس التابعة لمدينة عفرين بسوريا. من عائلة فلاحية فقيرة، بدأ تعليمه الابتدائي في قرية كفري صفراء المجاورة لقريته، فكان يضطر كغيره من أطفال المنطقة إلى أن يقطع مسافات طويلة يوميا عبر دروب وعيرة بين الهضاب وغابات الزيتون، ذلك لعدم وجود مدرسة في قريته. وبعد مضي 5 سنوات انتقل إلى قرية ميركان التابعة لناحية معبطلة بريف عفرين، وعندما حصل على الشهادة الابتدائية انتقل مرة أخرى ولكن إلى ناحية ترمانين بريف عفرين ليكمل تعليمه ولتوفر بيوت إيجار رخيصة فيها. وبعد 3 سنوات نال الشهادة الإعدادية، ونتيجة للوضع المعيشي فقد هجر الفنان عبد الرحمن مقاعد الدراسة بعد حصوله على الشهادة الإعدادية
ليتوجه إلى العمل في قطعة أرض جبلية بشح خيراتها ليتدبر سبل العيش. زوجه والده مبكرا متذرعا بأن شقيقه الأصغر يعاني من مرض ويريد أن يفرح بأولاده مبكرا. والحقيقة إنها عادة موروثة عبر الأجيال في المجتمع. وفي يوم زفافه كان يوما ماطرا ينهمر المطر بغزارة لا توصف، حيث اجتمع الأهل والأقارب والأصدقاء والمدعوون إلى العرس في دار والده، وهم يعتلون صهوات الخيول والبغال، تعلوهم فوهات البنادق التي كانت تطلق النار على رشاقات، يتقدمهم الطبالون ومن حولهما النسوة وهن يطلقن الزغاريد في رشقات شبيهة برشقات البنادق، ومن خلفهم المحتفلون من الرجال والأطفال. أنا أخوكم عبد الرحمن أحمد، مغني من 35 عام من قرية كوران ناحية جديرس تابع لمنطقة عفرين الحبيبة. أتمنى لكم فرصة سعيدة، وننادي ونقيم بعضنا بالأخوة والمحبة والكلام الحلو والجميل، لأني عندما الله خلقنا كل شيء له ثمن لازم نعرف. فتمنى لأجل الخالق إيش هو؟ المحبة، العطاء، الإنسانية، نبني الحضارات سوا، نغني سوا، ونحب سوا، ونعشق سوا الحياة الكريمة. عندما كان في ريعان من العمر لم يتجاوز 12 عاما بعد، كان الفنانون يترددون دائما إلى قريتهم ويسهرون عند أحد ساكني القرية، وخاصة من يكون أحواله جيدة ومنزله كبير والناس تجتمع عنده. وفي هذا العمر، أي عمر 12، كان يحضر معهم ويستمع إلى الراوي في المجلس أمثال رشيد معمي وتيتشان وأبرام تركو، كانوا يروون للحاضرين الملاحمة والبطولات الكردية، فتأثر بهذين الشخصين كثيرا، فكان يتسمع إليهم ويتأثر بهم ولا زال طفلا صغيرا، وتمنى أن يصبح فنانا ويروي الملاحمة والبطولات الكردية لأجل أن يثقف مجتمعه وناسه بهذه الأعمال، وسار على هذا الدرب دون أن يتلقى التشجيع من أحد. كان هناك صانع آلات البسق في قريتهم غوران، وهو عازف البسق الشهير العم أديك، طلب منه أن يصنع له بسقا بمبلغ 35 ليرة سورية، فعشق تلك الآلة لحد الجنون، وبدأ يتعلم اللعب على أوتارها لتحكي قصة عشقه وحبه، آلامه وأوجاعه. لكن لم تدم فرحته طويلا، إذ سرعان ما اصطدم مع العادات والتقاليد ومفاهيم وأوهام العائلة، فقام خاله بتحطيم آلته الموسيقية ظنا منه إنها تلحق العار بالعائلة. ورغم ذلك ظل الشاب عبد الرحمن يعشق الفن ويحاول الاتصال مع الفنانين. وبخصوص ذلك يقول الفنان عبد الرحمن أحمد: لقد كان لدى أهل القرية ازدواجية غريبة من نوعها، يرحبون بالفنانين ويتجمعون حولهم ويستمعون إليهم ويطربون معهم، في حين يمنعون أولادهم من الانخراط في صفوفهم، حيث إنهم كانوا يظنون أن الفن والغناء للمتسولين والطبالين لا للفلاحين وأولادهم. بعد تجاوزه سن 17 أصبح لا يهتم كثيرا بكلام الناس،
وسلك طريق الفن وأحب الملاحم التاريخية أكثر من غيرها، لأنه رأى التاريخ والجغرافيا الكردية مرتبطاً بالفلكلور الكردي، واستمر إلى يومنا هذا متباهياً بعمله وفنه. تعلم العزف على يد الأستاذ حسن عبود عازف العود المشهور وصديقه في العمل، فأخذ أكثر منه ومن فنه وتعاليمه، كما درس السولفيج الغناء عند الأستاذ أديب الدايخ. فتمنى هو المحبة، إذا حبينا بعضنا وإذا نوينا عند أي شكل، عند أي شكل بده يصير صراع بيناتنا، نبعد الصراع ونبدأ بالأخوة والمحبة والكلام الحلو بينات بعضنا، كان عربي أو كردي أو أرمني أو تشركزي، مهما كان أطيافه، مهما كان لسانه، ومهما كان قوميته، الكل الله خلقهم. نحن ما بنحب بعضنا، إذا بنحب بعضنا الله بيحبنا. فالإنسان يكون يتنازل لأخوه الثاني، وحتى إذا صار شيء صغير يعني لازم يروح ينقضه وجها لوجه، فيا أخي نحن هيك صار هيك، لازم نحب بعضنا، لازم أنت تعمل مرجع لك، يعني عم تمشي صحيح، الخطوات كتير مشوا عم تمشي لقدام، ولكن ارجع لورا شوف كيف انت ماشي او ايش متصرف، يعني مشان ما ترتكب اخطاء تانية. الفنان عبد الرحمن اصبح ابا لستة اولاد، صعبت الحياة بالنسبة اليه، ولان واردات املاك والده لم تعد تكفي لمصروفهم جميعاً، ونتيجة للوضع الاقتصادي السيء أجبرته الظروف للهجرة إلى مدينة حلب للبحث عن عمل يعيل به نفسه وأسرته، حيث عمل في مؤسسة الهاتف، وهناك في حلب بدأ مشروعه الفني الأول ليقف ولأول مرة أمام الميكروفون في ألبومه الأول، والذي حقق له الشهرة منذ انطلاقة أغنيته المشهورة بعنوان كتشا كيا نظانم، أي لا أعرف ابنة من هي، وهي ذات طابع وطني تحمل في ثناياها مضامين اجتماعية وحياتية ووطنية، كتبت باللغة الكردية وهي من كلماته وألحانه وأدائه. وقد اقتبس الفنان بعض ألحانه من فرقة كوميداس الأرمنية. وقد غنى الفنان عبد الرحمن أحمد للشاعر الكردي جقرخين بعض القصائد الجميلة، ولقيت بعض تلك الأغاني رواجاً كبيراً وقبولاً جماهيرياً واسعاً، فقد بيع أكثر من 1000 نسخة خلال شهر من صدورها، مما أدخل البهجة إلى قلبه وأعطاه دفعاً إضافياً نحو عالم الفن، خاصة بعد أن أذيعت إحدى أغانيه على راديو يريفان أرمينيا ولعدة مرات، حينها أحس وكأن له جناحان سيطير بهما من فوق الأفق. وأكثر من ذلك لم يكن يعلم كيف وصل الكاسيت وخلال هذه الفترة الوجيزة إلى يريفان، ولا من أوصلها. Yeah.
وهكذا وعلى الرغم من سوء أحواله المادية فقد استمر الفنان عبد الرحمن أحمد في عمله الفني، وأصدر الفنان للآن 20 ألبوما غنائيا، وله مجموعة من القصائد الشعرية يغلب على أغانيه الطابع الفكلوري الشعبي التي تعبر عن الآلام والشجن ومعاناة الفقراء وقصص الحب والتعلق بالأرض والوطن بأسلوب رقيق وكلمات صريحة أقرب ما تكون إلى الملاحم الغنائية. وقد غنى الكثيرون من الفنانين من قصائده وكلماته مثل الفنانة هيفين عفريني والفنان عكاج جلدار والفنان علي غريب والفنان رياض نعسان والفنانة مترا يوسف وغيرهم من الفنانين. في بداياته كان معظم أغانيه ثورية، كونه كان ماركسيا وقتها، وقد غنى كثيرا للفقراء والمظلومين، وبعدها غنى أغاني قومية وثورية، وأولها كانت أغنية كردية بعنوان ورن إيرو نوروز، أي تعالوا اليوم نوروز. وبدأ يكتب قصصا وروايات بطولية حتى عام 2014. بالإضافة إلى ذلك غنى الكثير من الأغاني الفكلورية التي يعشقها. ما فينا نحكي عن الفنان القدير عبد الرحمن أحمد بشكل موجز، لأنه له مسيرة فنية طويلة وجيدة، يعني بداياته كانت قبلنا وما زال مستمر وعم يعطي إنتاج ونجاحات لقدام أكثر. بدي بمرحلة كانت صعبة كتير، يعني كان إظهار الفن وقتها وانك كيف تختلط بالمجتمع الفني كان صعب، خصوصا الازدواجية الفكرية بالقرى والمناطق اللي عم نعيش فيها. يعني هن الناس كانوا يقدروا بيحبوا يسمعوا الفن كذا، بس اما يسمع انه بنته او ابنه ينخرطوا بالمجتمع الفني فهو صعب. يعني فهو قدر يتجاوز هالمرحلة، يعني يتخطاها، ووصل حاله للمدينة وعطى انتاج منيح، وكان اختلاطه ساعده بهذا الشيء. يعني اختلاطه كيف مع المجتمع الأرمني السرياني العربي، يعني عطى لوحة كرنفالية حلوة كتير، قدر وكان عنده فكر تحضري لقدام، دائما بيحاول انه يقدم اغنيته الكردية بترجمة عربية او أرمانية او بغير لغة. هو كان امكانياته انه بيقدر يقدم باللغة العربية. حتى بالاضافة لذلك، يعني الفنان قدير عبد الرحمن أحمد مثل ما قلت أنه ما فينا نحكي بشكل موجز، هو كاتب بيكتب الأغنية، بيكتب قصص، بيكتب روايات، بيفهم بالسياسة بس ما بيختلط بالسياسة. يعني أنا بتوقع أنه بيقانه، يعني بوقتها ما هو الفنان الملحمة الكردية بيقوله بس، لا كان فنان شامل، يعني عنده نظرة شعرية موسيقية، فيه يقدم شغلات كثيرة يعني بوقتها. وهلأ ما زال متجاوز العمر 70 إن شاء الله العمر المديد، وعم يقدم شغلات حلوة كتير، يعني عم يقدم لفنانين شباب، والشباب عم يأخذوا منه أغاني وعم يغنوها وعم بيمصلوا على طريقة لحنهم وأدائهم، وعم يعطوا اللون. يعني بعمر 75 أو 70 عم يعطي لشاب عمره 20 عم يتقبل الأغنية والناس عم تتقبل. يعني يعني ظهر بعده كمان، يعني أولاده، يعني جيل
فني موسيقي، عنده عازف فزق، عنده عازف درامير، إيقاع موسيقي، بيغنوا، يعني عمل أسرة فنية حلوة كتير، وحتى اللي حواليه تأثروا بهذا الشيء وعطوا نتيجة حلوة. يعني ما زال الفنان عبد الرحمن أحمد مستمر، وأنا بنبسط لما بيقطع العمر وبيوصل ل، يعني ما زال بعنفوان شبابه عم يعطي، بيحب يقدم ومتغير مع الجيل، يعني مع روح الشباب. الله يخلينا يا، وبنتمنى له العمر المديد. طبعا هو فنان قدير وبيستحق انه يتكرم بكل فترة. بعد ان تحسنت اوضاعه المادية وكبر اولاده واصبحوا شبابا، عاد للقرية غير انه كما قال الشاعر المتنبي: ما كل ما يتمناه المرء يدركه. ففي هذه الأثناء حدثت تلك الأحداث المؤلمة في سوريا، فسافر وأولاده إلى أوروبا واحداً تلو آخر في فترات متقاربة. وفي عام 2013 اضطر بترك منزله الذي عمره بعرق جبينه، والذي ظن يوماً ما بأنه سيرتاح فيه إلى الأبد، ولم يكن في حسبانه بأنه بعد عمر تجاوز 60 عاما سيركب الموجة ويلتحق بأولاده في منفاهم الأوروبي، وذلك تجنبا من الاعتقالات وهربا من حرب اجتاحت بلده. الفولكلور الكردي من قديم الزمان، يمكن 1200 أو 1300 عام صار لها الفولكلور الكردي. لأني عند اللي بنحكي عن فولكلور، الفولكلور مندمج مع الحضارات. الفولكلور الكردي والحضارة الكردية جزءان مندمجان لا يتجزؤون صدقا. عند اللي بنغني غنية فولكلورية، فيها نحن عنا الأكراد، في عنا أغاني فولكلورية، في عنا أغاني ملحمية، في عنا أغاني أسطورية، حتى أغاني إيقاعية يمكن من مئات السنين موجودة. فأنا بحترم كل الأغنيات في العالم كله. أنا كتبت على بول روبسون، مغني من أفريقيا، مغني من أمريكا اللاتينية، وأسود وبحترمه، لأني أغاني كلياته يعني شيء بيعشق الروح. حتى له كردي ولا عربي، أنا بحبه لأني أغاني بيدخلوا العقل والذهن مباشر. يعني الفولكلور الكردي يمكن في كثير ناس يقولوا أنت عم تبالغ، لا، الفولكلور والتاريخ والحضارات مندمجان، ما بنفصلوا من بعضهم. عند اللي بنغني غنية عن الفولكلور، خاصة يكون ملحمي، يعني ملحمة التاريخ، عم بذكرك بأين ديرة صاير هالمعركة. يعيش الآن الشاعر والفنان الكبير عبد الرحمن أحمد في مدينة زيوريخ السويسرية مع عائلته. توفق أولاده في الغربة بالسير على خطاه، فحمودة عازف آلة درام وعزف في الإذاعات ومع الكثير من الفنانين، منهم الفنان الكردي العالمي الشهير شبان بارور. أما أحمد هو عازف آلة البزق، عمار اختصاصه وتسجيل الأغاني للفنانين، دليل عازف آلة ترام موجود في سويسرا ويعمل مع فرقة رامان الكردية.
كانت الأغنية الكردية القديمة من أهم وسائل التواصل بين قبائل وعشائر الشعب الكردي، وبهذه الطريقة انتشرت القصص والأساطير بين مختلف مناطق كردستان، واختلطت فيها الحقيقة بالخيال المصطنع من قبل المغني. لعب المغنون دورا هاما في نقل قصص وتاريخ وروايات الشعب الكردي، بما في ذلك الأساطير والملاحم القديمة عبر مختلف الأجيال. وعلى الرغم من وجود المغنيات أيضا وهن أيضا كبيرات السن، إلا أن الغالبية كانت ولا تزال من الرجال. واعتاد الأكراد عبر التاريخ أن يجتمعوا في الليالي الطويلة لسماع أحد المغنيين يروي لهم القصص والملاحم وبطولات الأجداد، ويتميز هؤلاء بذاكرة وقادة قادرة على حفظ العديد من القصص التي تناقلها أجدادهم بنفس الطريقة من جيل إلى آخر، كما لو كانت مكتبة تاريخية. يقول الناقد والموسيقي الكردي وليد خالد إنه لولا هذا التراث وهذا الفلكلور لكان يتحتم أن نقرأ السلام على الأغنية الكردية اليوم. ولهذا يرى أن المغني الكردي اليوم كي لا يضيع يجب أن يرجع إلى هذه الأغنية ليستلهم ماضي هذا الشعب وتراثه الفني. مرحبا، أنا موسيقي، اسمي هيثم برج، أنا من منطقة عفرين. الفنان عبد الرحمن أحمد، التاريخ عبد الرحمن أحمد، الفلكلور عبد الرحمن أحمد، الأب الروحي لألنا عبد الرحمن أحمد، ما في أدنى شك بكلام اللي عم بحكيه، ما في أي كلمة مجاملة بهذا الموضوع، لأنه فعلا أنا بعتبره صديق. مع العلم هو بمثابة الأب كعمر، بس هذا الإنسان وقت تقعد معه وقت تتناقش معه ما بيحسسك أنه أنت أصغر منه، كان فنيا أو كان عمرا، ما بيحسسك بهذا الشيء، دائما بيعطيك قيمتك، بيعمل لك قيمة بالمكان اللي أنت موجود فيه، بيخليك تحس بوجودك. هو بمثابة بالنسبة لنا كجيل الجديد اللي عاصرناه وشفنا، أنا من الأشخاص اللي كنت مقربين من أولاده، يعني من دليل ومن أحمد ومن محمد ومن عمار، كنت كتير مقرب منهم بغض النظر عن صداقتي مع أولاده، ولكن هو وقت كنت أقعد معه أحسه هو صديقي، مو أولاده هن أصدقائي. شخص ما بيبخل عليك أبدا، نحن كنا جدد طالعين، جيل صغير، جيل شباب عم نتعلم لسه، بدنا حدا يساندنا، كان هو جنبنا. كنا لما نطلب منه شغلة ما يفكر أنه والله أنه هدول الصغار أنا كيف بدي، شباب الصغار هدول أنا كيف بدي أعطيهم وكيف بدي. حرفيا عبد الرحمن أحمد الإنسان اللي ما فيني أوصفه بأي كلمة، بالشي اللي عم يقدمه واللي عم يقدمه لهلا أي حدا بيحتاجه ما بيقصر أبدا. كان معي، كان مع فنان شورى شبكة، مع كتير فنانين ما قصر وما بيقصر ولهلا ما بيقصر. يعني أنا بحاسس أنه نحن اللي مقصرين بحقه، نحن الشعب الكردي نحن مقصرين بحق فنان مثل عبد الرحمن أحمد. عصر جميل هورو، عصر علي تجو، عصر الفنانين الفلكلورين القدامى. فهيك شخص لازم نحن نحكي عنه أكتر، نسلط عليه الضوء أكتر. أنا فخور جدا، فخور جدا أني عاصرت فنان مثل عبد الرحمن أحمد، لحقته لساعته هو عم يغني، اشتغلت له كذا عمل، اشتغلت معه كذا حفلة، فأنا فخور بهذا الشيء. رح أحكي لأولادي بس يكبروا أنه أنا اشتغلت مع هذا الفنان، لأنه فعلا الفنان عبد الرحمن أحمد فنان تاريخي أولا بالنسبة لمنطقة عفرين وللفن الكردي. وكلياتكم سمعتوا غنية نرجس، قديش هو وقف معنا لما بلشنا جديد جروب رامان، وكل ما كنا نحتاجه كان دائما موجود جنبنا. فأنا فخور جدا بهذا الإنسان أولا، وبهيك فنان أنه أنا عاصرته وعشت بالزمن اللي هو كان موجود فيه. الفنان عبد الرحمن أحمد من الفنانين الذين يقدسون الأغاني
الفلكلورية الملحمية ويدعو إلى ترجمتها إلى اللغات الأخرى. ولا يسعني هنا أن أتذكر الصديق أحمد شيروى الذي يقوم بالإشراف والحفاظ على أرشيف الفنان أحمد عبد الرحمن، والذي أمدني بمعلومات عنه لإغناء هذه الحلقة. كما أتوجه بالشكر للصديقين الصحفيين بيير رستم وخالد ديريك، اللذين من خلالهما ومن خلال حواراتهما مع الفنان عبد الرحمن حصلت على المعلومات التي تخصه. إلى من أبكت عيوني في لحظة هجراني، لأنها معجزة العصر والزمان، فكيف لأسد جائع أن ينام ويصبر وأمامه قطيعا من الغزلان. إلى الحب النابض بين ضلوعي، افتحي لقلبي بابا ليتربع على عرشك، دعيني أشتم رائحة عبقك. أتساءل يوما، هل من لقاء أم هو الجفاء؟ وأسأل نفسي، هل تحضنني يوما أم تعبس في وجهي وتتركني للأوهام؟ عشقت نسيجك الفتان كشمس قبل الغروب، دعيني أستلقي في حقولك قبل فوات الأوان. أصبحت مثل نورس الليل لا أهب الهيجان، أصبحت مثل نورس الليل لا أهاب الهيجان. الفنان عبد الرحمن أحمد لم يكتفي بالغناء والعزف، وإنما تجاوز الموسيقى للكتابة، حيث أصدر 3 كتب خلال مسيرة حياته، وهي حياته ومسيرته الفنية وكتاب عبد الرحمن عن فناني روجافا وديوان شعر باللغة العربية الصدفة والقدر، كما حصل على الكثير من الجوائز والأوسمة. كل الشكر والمحبة لقناة وفضائية روجافا على تقديمه هذه البرامج الثقافية القيمة، قناديل، الذي يتناول فيه الصديق الإعلامي والشاعر مروان شيخي حياة وسيرة الفنانين والكتاب والشعراء. توثيقي كما أشكر كل المتابعين وكل من ساهم في إخراج هذه الحلقة. دمتم بخير أعزائي. أعزائي المشاهدين، الحديث عن قنديلنا لهذا اليوم يطول، وقد حاولت قدر استطاعتي التطرق لكافة نواحي حياته بإيجاز. أتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك. إلى هنا أصل بكم لنهاية الحلقة، أترككم بأمان الله، وإلى قنديل آخر من برنامجنا قناديل على قناة وفضائية روجافا. إلى اللقاء. Nergiz, nergiz, nergiz yarini.
again.